وحدة العرائش تساوي كل أفريقيا، هكذا قال الملك الإسباني فيليب الثاني في القرن السادس عشر. كان مهرها 200,000 دوكادو عندما تسلمها نجله الملك فيليب الثالث في القرن السابع عشر. ساحتها الشهيرة هذه شهدت البطولات والأمجاد، وسعى إليها القادة والملوك. فمن مطرس دفاعي نصبه الحاكم سانت سيبان إلى ساحة بطولة رويت بدماء الشهداء المغاربة الذين حرروها تحت لواء السلطان الفاتح المولى إسماعيل. ومن سوق أسبوعي خميسي مستقطب إلى ساحة كولونيالية أثثت في القرن العشرين بذوق أندلسي ورصعت بدرر موريسكية عمرانية تبارز عليها أشهر مهندسي الطليعة والحداثة. سماها الملك ألفونسو الثالث عشر ساحة إسبانيا، وسماها الملك محمد الخامس ساحة التحرير.